بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، الحقيقة هل هناك علاقة بين النسيان والشيطان؟ هذا موضوع لفت انتباهي وجاءني سؤال أيضا أحببت أن أجيب عنه. القرآن العظيم أيها الأحبة هو بمثابة كتاب الحقائق الكونية، يعطيك كل الحقائق التي تحتاجها في حياتك وفي آخرتك. القرآن الكريم غالبا ما يربط بين الشيطان وبين النسيان. يعني إذا أردنا أن نجد علاجا للذاكرة أو لمشاكل الذاكرة أو مشاكل النسيان، ينبغي أن نعالج وجود الشيطان في حياتنا، أن نبعد هذا الشيطان، لأن النسيان غالبا ما يرتبط بالشيطان. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ يعني اليوم العلم تطور، وقد يقول قائل ليس هناك دليل أصلا على وجود الشيطان، فكيف تربط عملية النسيان بالشيطان؟ أقول أيها الأحبة، العلم الحديث أصلا قام على الإلحاد، وبالتالي قدم لنا الكثير من الحقائق العلمية التي استفدنا منها، ولكن هذا العلم بما أنه قائم على الإلحاد فلا يعترف لا بوجود الخالق ولا بوجود الروح ولا بوجود عالم الجن والملائكة، كذلك لا يعترف بالبعث ولا باليوم الآخر ولا بالحساب ولا بالصراط. إذن العلم الحديث هو علم ناقص، علم مادي تجريبي، لا يؤمن إلا بما تراه عينك، مع العلم أن هناك أشياء يتحدث عنها العلماء لم نرها ولم ترصدها الأجهزة ولكنهم يتحدثون عنها. يعني مثال على ذلك نظرية الخيوط الكونية الفائقة، أن الكون أو المادة تتألف من خيوط دقيقة جدا، لم يروها ولم يتم رصدها، ولكنهم نظرية لها اعتبار ولها وجود ويقتنعون بها. مثلا يعتبرون أن الإنسان وجد بالمصادفة حسب نظرية التطور، ويقتنعون بذلك مع العلم أنه لا يوجد ولا دليل واحد على أن الإنسان وجد بالمصادفة على هذا الكوكب، لأنهم حتى الآن لا يعرفون متى وجد الإنسان أو متى نشأ أصلا. لذلك هم لا يعترفون حتى بالشيطان، وبالتالي العلم ناقص. لابد إذا أردت أن تأخذ العلم من مصدره، المصدر الحقيقي هو القرآن وليس العلم التجريبي، لأن ليس كل شيء تستطيع أن تراه بعينك. ثم إننا قبل 100 سنة كنا لا نستطيع رؤية مثلا الإلكترونات أو البروتونات أو الذرة أو كذا، اليوم أصبح هناك إمكانية لتحليلها ورؤيتها من خلال برامج خاصة وأجهزة خاصة. الكثير من الأشياء لم نكن نراها أصبحنا نستطيع رؤيتها اليوم. لذلك العلم يتطور، ولا نستطيع أن نقول إن كل شيء لا نراه لا نعترف به، لا يوجد عالم حقيقي يقول ذلك. يقول إن العلم قاصر، واكتشفنا مثلا مجموعة من الحقائق ولا زلنا نكتشف. قد يأتي يوم ونكتشف وجود الشيطان بالأجهزة من دون أن نراه، قد يأتي يوم ونكتشف بالفعل أن هناك ملائكة بدليل علمي إذا أراد الله ذلك سبحانه وتعالى. الآن أيها الأحبة، هل هناك علاقة بين النسيان وبين الشيطان؟ نعم، الحقيقة هناك 4 آيات في القرآن ربطت بين النسيان وبين الشيطان. سأقرأ هذه الآيات ونتدبرها معا. الله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا أمر ليست نصيحة، هذا أمر من الله ألا نجلس مع من يخوض في آيات الله. ممنوع أن تجلس حتى ولو على الإنترنت إلا إذا أردت الدعوة إلى الله، إذا أردت أن تتبين الحق وتجادل بالتي هي أحسن هذا موضوع آخر. أما أن تجلس وتتصفح مواقع الملحدين وتستمع إلى أقوالهم على سبيل السخرية أو الضحك أو الاستهزاء أو تكتشف شيء جديد، هذا الأمر محرم. لماذا أيها الأحبة؟ أولا
لأنه مضيعة للوقت. ثانيا لأن الدماغ لدينا فيه مساحة محددة للذاكرة. الله يريد أن يشغل دماغك بأشياء مفيدة ونافعة، يشغلها بمعلومات مفيدة. الملحد يطرح معلومات ناقصة ومتناقضة تؤثر على خلايا الدماغ وتجعلك في حالة شك أو ريب. طبعا ليس كل الناس، ولكن بعض الناس ضعاف القلوب ضعاف الإيمان، الذين ثقتهم بالله قليلة، ثقافتهم الدينية محدودة جدا، ليس لديهم خبرة بآيات القرآن وتفسير القرآن والحديث النبوي وإلى آخره، هؤلاء يقعون فريسة لهذه الفيديوهات، فتجدهم يتبعون طريق الإلحاد أو طريق التشكيك من دون أن يعلموا أي شيء، ليس عن قناعة، بمجرد أنه جلس واستمع إلى هؤلاء. إذن أيها الأحبة، الاستماع لحجج الملحدين ينبغي أن تكون بهدف الرد عليهم، بهدف إقناعهم، دعوتهم إلى الحق. أما غير ذلك هو مضيع للوقت ويترك آثار سلبية على الدماغ. لذلك القرآن نهاك عن الخوض أو الجلوس مع من يخوض في آيات الله. هنا في هذه الآية ربط القرآن بين النسيان وبين الشيطان. قال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لأنني أنا مثلا قد ينسيني الشيطان وأجلس مع إنسان ملحد أو إنسان مشكك، ويعني أناقشه ويناقشني، ويعني يقودني ذلك، قد يقودني إلى الشك، إلى الاستهزاء بالدين، إلى غير ذلك من مخاطر كثيرة جدا. ربط القرآن بين النسيان وبين الشيطان، أن الشيطان هو الذي ينسيك ذكر الله ويجعلك تجلس مع هؤلاء. إذن هذه آية ربطت بين النسيان وبين الشيطان. الآية الثانية أيها الأحبة في قصة سيدنا يوسف: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. إذن الشيطان يستطيع أن ينسيك، لديه آلية معينة، قد يكون لديه ترددات كهرطيسية، لديه ذبذبات معينة تؤثر على الدماغ، على مراكز الذاكرة، فتجعلك تنسى. لذلك إذا أردت أن تقوي ذاكرتك ينبغي أن تذكر الله تعالى، أن تحاول إيجاد طرق تبعد الشيطان عنك أو يبتعد بها الشيطان. الآية الثالثة في سورة الكهف، قصة سيدنا موسى مع الخضر: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. طيب من الذي أنساه؟ من الذي أنساه لسيدنا موسى هذا الحوت؟ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أنساني هذا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. الآية الرابعة أيها الأحبة هي تؤكد أن النسيان وراءه شيطان. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أنساهم ذكر الله، إذا نسيت ذكر الله، نسيت الصلاة، نسيت لقاء الله سبحانه وتعالى، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يعني احذر أن تكون من حزب الشيطان، لأنه لا يوجد حل وسط. تقول أنا أعيش وأعمل وكذا، وليس من الضروري أن أصلي أو أذكر الله أو أقرأ القرآن أو أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أو أتذكر الموت أو أتذكر لقاء الله أو أتذكر نعيم الله وعذابه وهكذا. أنت في هذه الحالة من حزب الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن أيها الأحبة، هذه الآيات الأربعة توضح لنا علاقة الشيطان القوية بالنسيان، وبالتالي إذا أردنا طريقة فعالة وقوية للتذكر ولقوة الذاكرة وحتى لإبعاد الوساوس والخوف عنا، ينبغي أن نتعرف على أساليب الشيطان ونتجنبها.
كيف نتجنب الشيطان؟ أولا الطهارة. الطهارة أيها الأحبة والوضوء سلاح رقم واحد ضد الشيطان. احرص على أن تكون متوضئا على مدى 24 ساعة قدر المستطاع، يعني لا تخرج من بيتك إلا على وضوء، لا تنام إلا قبل أن تتوضأ، لا تخرج من البيت إلا أن تتوضأ وتخرج. واليوم الحمد لله متاح، المياه كثيرة والوسائل ميسرة. يعني السلاح رقم اثنان الصلاة، لأن الشيطان يكره الصلاة ويكره الأذان، حافظ على هذه الصلاة. السلاح رقم ثلاثة ذكر الله، لا يزل لسانك رطبا من ذكر الله، دائما لا إله إلا الله، استغفر الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها 100 مرة كل يوم. يقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة، وأذكار كثيرة 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 جدا كان النبي يحرص عليها. لماذا؟ مع العلم أن الله ضمن له الجنة وضمن له الوسيلة وضمن له أعلى مرتبة في الجنة، لماذا يفعل ذلك؟ لأن هذا الذكر أيها الأحبة يبعد عنك الشيطان ويجعلك مطمئن القلب سعيدا في حياتك. السعادة الحقيقية أيها الأحبة صدقوني ليست بالمال. أنا أعرف الكثير ممن لديهم الأموال ولكن متعب نفسيا، متعب، مثقل الهموم، وتجد إنسان ليس لديه شيء ولكنه مطمئن القلب. الفارق بين هذا وذاك ليس هو المستوى المادي، الفارق هو أن هذا يحرص على ذكر الله. طبعا هناك أناس لديهم، الله أعطاهم المال وأعطاهم البنين وأعطاهم يعني جعلهم من الأغنياء، ولكن أيضا كان هذا المال وسيلة للتقرب من الله، فهم ينفقون آناء الليل والنهار، يقومون الليل يذكرون الله، مع العلم أن هذه النسبة قليلة ولكن موجودة. إذن المعيار لحياة مطمئنة وحياة سعيدة وقوة ذاكرة أن تذكر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول واذكر ربك إذا نسيت، دائما ابقى في حالة ذكر لله وسوف تمتلك قوة ذاكرة كبيرة جدا، بالإضافة للأسلحة الثلاثة، الوضوء أو الطهارة، الصلاة، ذكر الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الذاكرة القوية ويبعدنا عن هذا الشيطان، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.